مرحبا بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا يلي عم نرافقكم فيه يوميا خلال شهر رمضان المبارك لنجاوبكم على كل أسئلتكم واستفساراتكم الطبية. لهيك جهزوا أسئلتكم واتصلوا على رقم الرباعي 9342. على السوشيال ميديا يومياً عم نشوف الناس عم تحكي عن الحالة المرضية المصاب فيها مختار، الشخصية يلي عم يؤديها الفنان محمود نصر. شفنا كتير بوستات عم تحكي عن هالمرض اللي بيدعى الذهان، وطبعاً الناس استغربت إنه فعلاً في هيك مرض. طيب شو أسبابه وكيف بلاحظ الإنسان إنه مصاب فيه؟ لهيك صار معنا الدكتور أحمد تاجي الاختصاصي بالأمراض النفسية لنحكي أكثر عن هالمرض، بالإضافة رح نحكي عن اضطراب المزاج والفرق بينه وبين الاكتئاب. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا دكتورة، كيفك؟ تمام الحمد لله، رمضان كريم علينا وعليك على المشاهدين كلهم على قناة سما. أكيد الله يسلمك دكتور. بداية دكتور خلينا نحكي علاقة الصيام بالحالة النفسية. إيه سؤال كتير مهم وكنت حابب نبلش فيه. حقيقة نحن بنقبل على رمضان وعنا تشوهات، نحن بشكل عام عنا تشوهات فكرية وتشوهات معرفية كتير كبيرة، يعني دائما بنعطي أوامر لدماغنا أحيانا بتكون خاطئة، أنه أنا رايح لعند هذا الشخص ده يتعامل معي سيء، أنا حروح لهالمكان هذا حيصير معي مصيبة، أنا حروح لهون حكون مبسوط حكون تعيس. من التشوهات اللي بتحدث برمضان أنه أنا برمضان إجباري بدي عصب، إجباري ما بدي نام. هيدي التشوهات المعرفية هيدي هي حقيقة شيء موروث، يعني نحن متعودين العالم تقول انه لازم تعصب برمضان لازم ما تنام. صحيح. فكتير مهم انه هن ينتبهوا لهالموضوع هذا. وحابب أكد على شغلة تانية بموضوع الصيام. الحقيقة الصيام كتير له علاقة بالحالة النفسية. ليش؟ فرض عليكم الصيام، الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات. صحيح. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل بني آدم له إلا الصوم. فشو الفرق يا ترى بين الصيام والصوم؟ حقيقة نحن مكوناتنا الأساسية هي جسد ونفس وروح. الروح هي من عمل رب العالمين، لكن جسد والنفس النفس نحن بنشتغل عليهم. صحيح. فحقيقة نحن لما بنحكي على الصيام عم نحكي على الجسد، ولكن نحن ما عم نحكي على الصوم عم نحكي على النفس. المقصود فيها أنه نحن عادة عاداتنا ممكن نحن من خلال العمل الجماعي، مثلا إذا نحن مندخن، أوكي؟ احنا بحاجة تقريبا من اسبوع ل 21 يوم انه يكون عنا الدافع، يكون عنا الرغبة، وبنفس الوقت يكون في حالة جماعية بتساعدنا على هالموضوع هذا. صحيح. فالصيام بالنهاية هو حالة جماعية كاملة عم بتساعد على التخلي عن بعض التشوهات الفكرية اللي موجودة والارتقاء بالنفس. النفس حقيقة هي إلى درجات، يعني خلينا نقول نحن لذلك منقول أنه يعني أول درجة وهي القاعدة فيها هي الأمر بالسوء، يعني الشخص دائما حالة السوء وحالة الشيء السيء هي أول شيء موجود بداخله. صحيح. لذلك نحن برمضان نتخلى لو كنا عم نعمل أعمال سيئة، ولكن برمضان حنتعلم نحن أنه ندرب النفس تبعنا أنه هذا العمل ما يكون هو مجهر، لأنه نحن بحالة جماعية. صحيح. نتحول من هيدي الحالة للحالة اللي نحن دائما عنا نقد لنفسنا أنه لا أنا عملت صح، أنا لازم كنت أقعد هيك، هلا كوزيعة كنت لازم أتحرك هيك، لازم أحرك وشي. أنا ننتقل منا لنطلع للحالة النفسية المطمئنة ثم الراضية ثم المرضية، وهي حالات نفسية تتدرج برمضان لتطلع لحالة نفسية جيدة. فكتير مهم أنه ما نعتبر الصيام هو فقط توقف عن الطعام والشراب والشهوات، لا، هو ارتقاء بالنفس البشرية إلى الأعلى. الروح أكيد ما بنقدر نغيرها، هي نعم رب العالمين، ولكن نحن فينا نرتقي بنفسنا إلى درجات أعلى خلال فترة رمضان. تمام. طيب دكتور خلينا نبلش بموضوعنا. أوكي. شو هو الذهان وكيف بينشأ؟ الذهان الحقيقة الذهان كتير مرتبط بالجنون. حقيقة كلمة جنون ما لها موجودة أبداً، ملغية، يعني موجودة أحياناً بالمحاكم ولكن بالطب النفسي ما لها موجودة. الذهان هي أعراض وليس مرض. يعني نحن الحالة اللي بالمسلسل اللي عم تحكوا عليها حقيقة أنا ما شفتها، خبري حاولت شوفها اليوم بس ما لحقت، كان عندي كتير مرضى. بس يعني بما أنه هيك حكيتوا فأنتوا أكيد دارسينا وشايفين الذهان. أوكي. الذهان هي أعراض تتمثل بعرضين مهمين جدا. عرض له علاقة بالإدراك، إدراك الشخص. نحن إدراكنا يأتي من خلال الحواس الخمسة تبعنا، يعني نحن لو مغمضين لمسنا أكيد هيدي عرفنا شو هي. أكيد نحن الصوت بعرفه أنه عم يجيني هواء وعم يتحول بدماغي لصوت حقيقي. بعض الأشخاص بيصير عندهم
يعني هو الإدراك تحويل منبه فيزيائي إلى منبه نفسي. حقيقة بعض الأشخاص بيصير عندهم منبه نفسي بدون وجود منبه حقيقي. يعني بيصيروا بيسمعوا صوت حقيقي عم بيحاكيهم له نفس مقومات صوتي. بيسمع صوت حقيقي بس هذا الصوت ما له موجود بالواقع، قاعد عم بيحكي مع شخص هو ما له موجود، قاعد شايف شخص قدامه هو ما له موجود. هي أحد الأعراض خلي موجودة وبنحطها ضمن الزهان. العرض الثاني اللي هو كتير مهم هو الديلوجن، هذاك هلوسينيشن، هون الديلوجن اللي هي الوهم، الأوهام. الحقيقة الأوهام فرقة مثلاً على الأفكار الطبيعية اللي بتجينا. الأفكار الطبيعية نحن كلنا بيجينا أفكار سيئة وحلوة وكذا، بس نحن بنعرف إنه هي الأفكار خاطئة وبنقدر نسيطر عليها مثلاً نحن كأشخاص، أو ما بنقدر نسيطر عليها ونحسها اقتحامية مثل الوسواس القهري، الأفكار الوسواسية. ولكن بالأوهام بالزهان هو معتقد اعتقاد ثابت راسخ أن هذه الأفكار هي حقيقية وغير قابلة للنقاش، وبتكون بعيدة أحياناً عن ثقافته. فهي اعتقاد، ليس سميناها اعتقاد، أنا اعتقاد أعلى درجات الاقتناع بالشيء، فسميناها اعتقاد راسخ. الشخص مقتنع 100% أنه حابس مثلا، خلينا ناخذ هيك، حابس أولاده وزوجته لأنه هو غيور كتير وقافل عليهم الباب، رغم هيك ما مقتنع أنه ما في شيء غلط عم بيصير، مقتنع أنه في شخص عم يدبر له مؤامرة رغم أنه مجيب له إثباتات أنه لا هو ما بيقتنع. فهذه الزهان ككلمة زهان هي مجموعة من الاضطرابات من الأمراض، يعني هي أعراض لأمراض اللي هي الفصام، أو مثلا ممكن يكون في اكتئاب مع أعراض زهانية، ممكن تظهر أعراض زهانية باضطرابات المزاج مثل نوبة الهوس، ممكن يظهر بكتير أمراض، ولكن ما هو الفصام؟ يعني هو مجموعة من الأمراض اسمها اضطرابات زهانية. تمام. طب دكتور، مين هنا الأشخاص اللي يعني الأكثر تأهب للإصابة فيه؟ حقيقة السؤال هذا يعني علميا لسه ما جاوب عليه 100%. نحن بنعرف تماما انه هو اسبابه اضطراب كيميائي بالدماغ. نحن عندنا مواد كيميائيه هي بتحرك لنا كل شيء، يعني نحن قلبنا وقت بيتحرك اكيد ما بيتحرك من القلب، من هون عم بيجي اوامر من فوق، في نواقل عصبيه عم تعطي الامر عم بيروح، هي مواد كيميائيه موجوده باخر العصبونات. فالحقيقة هي المشكلة الكبيرة بهالأمراض، بالمرض الأمراض الزهانية، هي مادة الدوبامين اللي عندنا مشكلة فيها. تمام. طب دكتور، كيف بتتم نوبات الزهان؟ هلا كيف بتتم أو كيف تظهر للأشخاص؟ كيف تظهر؟ بيبدأ عندهم بواضح إنه في سلوكيات خاطئة، في أفكار مشوهة، أفكار خاطئة، بيبدأ يحسوا إنه عم يحكي مع حدا، في شيء غلط بحياته باين واضح، ولكن دائما بتوجهوا لأنه هو بعيد عن العقل حقيقة. يعني اللي ما درس الموضوع هذا ما حيقتنع إنه شو عم تحكي أنت، أكيد عم تحكي مع جن أوكي، أو أكيد عم تحكي مع شيء. فبتجوا دائما للأمور الدينية حقيقة. في تطور كبير بهالموضوع هذا أنا عم بلاحظه يعني شخصيا بالعيادة وزملائنا، يعني بدأوا يحولوا لعند الطبيب، يعني بدأوا يكتشفوا أنه هذا الموضوع لا هو ما له موضوع بحاجة، ممكن يعملوا جلسة جلستين بعدين بيقولوا له روح لعند طبيب نفسي. رجال العلم الحقيقيين طبعا أنا بحكي بيحولونا لعند الأطباء لحتى يساعدوا باكتشاف هالموضوع هذا ويشخصوا ويعالجوا. طب الشخص المصاب دكتور، هل ممكن يعرف انه هو عنده هيك شيء؟ هون المشكله، هون المشكله اللي نحن بهدول الامراض كمان رح نحكي على رمضان. حقيقه نحن عندنا شغلات بامراضنا ممكن انه نحن تعفي الاشخاص من الصيام. يعني هو الشخص الانسايت تبعه، التوجه تبعه، هل هو محاكمته موجوده، هل هو واعي للشيء اللي بيصير عنده؟ حقيقه مرضى الزهام بالحالات الشديده والحاده بيكونوا غير واعيين للشيء اللي عم بيصير معهم. تمام. فاكيد هن يعني غير مجبرين على الصيام إلا إذا كانوا عم ياخدوا أدوية وهن بحالة استقرار، فممكن وقتها نحكي بها الموضوع هذا. يعني ممكن نروح على المرضى مثلا اللي عندهم تراجع فكري من الطفولة من الولادة، هدول أكيد ما بيجوز عليهم الصيام لأنه هن أصلا ما عندهم قدرة، يعني تفكيرهم بيكون أقل من جسدهم، فما عندهم قدرة على هالموضوع هذا. مرضى الزهان عادة هن ما بيكونوا متوجهين لمرضهم، ما بيكونوا عارفين مرضهم، حتى لو أخذوا الأدوية فهن ما بيعرفوا أنه بياخذوا الأدوية حتى يشفوا، فكثير أحيانا بيوقفوا الأدوية وبيضطرب وضعهم. بس هلأ حاليا الحقيقة مع تطور العلم ومع الأدوية الحديثة الموجودة، مريض الزهان
ممكن يعيش حياة طبيعية ويمارس كل شيء بده اياه ويدرس. وفي فيلم كتير حلو Beautiful Mind، إذا حضرتك يعني هو حصل على جائزة نوبل بالرياضيات، يعني هو انصاب بالزهان ومرق بتدهورات شديدة، وبالأخير هي قصة حقيقية طبعاً. هو بروفيسور بالرياضيات يعني ببريطانيا جامعة هارفارد أو شيء ماني متأكد، فوصل لدرجة إنه أخذ جائزة نوبل يعني مع الدواء، مع أخذ الدواء. فهي ما لها علاقة كتير، لا هذا المرض هو مرض عم بيجي ما بنعرف اسبابه 100%، غير انه نعرف انه في اسباب كيميائيه وفي كثير اسباب اكيد يعني، بس ما في شيء مثبت علميا 100% عليه غير موضوع وجود اضطراب النواقل العصبيه. تمام. طب دكتور كيف بتتم معالجته غير انه عن الادويه؟ هلا اكثر شيء مهم بهذا الشخص هو الادويه الحقيقه، بعدين العلاج بالعمل ودمجه بالحياه. يعني دمج الأشخاص لسه أهم من بقية العلاجات السلوكية والمعرفية وغيرها. هون كتير مهم أنه نحن نعمل له العلاج الدمج، ندمجه بالمجتمع، ندمجه مع الأسرة، نثقف الأسرة عن هذا المرض حتى يعرفوا يتعاملوا معه بشكل صح، لأنه ما يقولوا والله مجنون خليه يزته بالشارع أو مثل زمان كانوا يربطوه أو يعني ما يعني بلش نغير هالتشوهات الفكرية أو التشوهات المعرفية الموروثة عند الأشخاص المحيطين به حتى يتعاملوا معه. هو شخص ما له غبي أبداً، هو شخص ذكي ولكن عايش بعالم آخر من خلال الإهلاسات والأوهام. صحيح. اللي عنده. طب دكتور هو هذا سؤالي، إنه نحن كيف فينا كمريض زهان مثلاً إنه نحن نثقف البيئة اللي حواليه، أو إنه كيف منخلي أهله أو مجتمعه أو رفقاته يتعاملوا معه؟ ما نحن إذا شرحنا لهم عن المرض هذا وقلنا لهم إنه هو اضطراب كيميائي، وقلنا لهم إنه هذا الشخص عم بيسمع الصوت بس إذا أخذ الدواء حيروح الصوت هذا نهائي، هالأفكار اللي عنده لا تناقشوا فيها. يعني أنا وقت بدرس الطلاب حتى بقلهم، يعني أنا بدرس كلية التمريض، إحنا إنه أنتم ما تناقشوا لهذا المريض بي لأنه غير قابل للنقاش. نحن قلنا هو اعتقاد ثابت راسخ لا يقبل الشك، فنحن إذا ما كان أخذ أدوية هو ما حيقبل أي تغيير لأنه مقتنع بهالموضوع هذا بشكل كامل. متى ما بلشنا ناخذ الدواء بنبلش نغير التشوهات هيدي اللي عنده بطريقه التفكير، وبنبلش نقنعه له بحد ذاته انه هذا اللي عم بيصير معك هو مثل اي مرض ثاني. بنبلش نقنع الاهل انه يتعاملوا معه بشكل طبيعي، ما يتعاملوا معه كشخص والله غير طبيعي وشخص لا هو شخص مرض مثل اي مرض ثاني، مثل السكري، مثل مرض القلب، مثل يعني اي مرض ثاني هو نفسه تماما. يعني نحن بس للاسف ثقافتنا انه هذا مريض نفسي. طيب ما هو المريض النفسي هو مرض، يعني بالنهايه له اسباب جسديه مثله، ولكن الفرق نحن انه نحن عم نشتغل على كل مكونات الشخص من مشاعر وافكار وجسد. بجوز بقيه الامراض عم يشتغلوا على الجسد اكثر. فيعني بس هو ما يخافوا الاهالي، ممكن نحن نسيطر عليه، ممكن نشتغل عليه، ممكن نساعد في ابر مديده للمرضى اللي بيرفضوا ياخذوا العلاج، ممكن نعطيه اياها كل شهر تسيطر على هالافكار هذه. المشكله في هذا المرض الوحيد انه بحاجه لعلاج طويل حقيقه. نحن بنعمل تجارب لايقاف الدواء بعد شهرين، بعد سنتين، بعدين بعد 5 سنين اذا عم نحكي على الفصام طبعا. بس اذا عم نحكي على الزهان مثلا ضمن اكتئاب، نحن هون بنعالج الاكتئاب، متى ما تحسن اكتئابه بتروح لحالة الأعراض الزهانية. تمام. فيعني التشخيص حقيقة بهيدي الاضطرابات كتير مهم. مثلا الفصام نحن ما فينا نشخص لو عم بيسمع صوت لو عنده أوهام، نحن ما بنقدر نشخص فصام قبل مرور 6 أشهر قبل ما نسميه اضطراب زهاني عابر. يعني ممكن يجي ويروح من يوم لشهر، ممكن جاي بسبب ممكن يكون متعاطى مخدرات، ممكن عم ياخذ شيء من نوع من انواع المخدرات. تمام. وما له هو زهان ابدا، ولكن كثير من المخدرات بتساوي اعراض زهانيه شبيهه بالفصام. فنحن اول شيء بنسميه اضطراب زهاني عابر، بعدين بنروح لاضطراب فصامي الشكل، بعدين اذا مرق 6 أشهر بنبلش نشخص فصام، بنستمر بالادويه لسنتين، وبعدين اذا ما نجحنا بايقافه بنرجع بنكمل 5 سنين، بعدين ممكن ناخذهم طوال العمر. اها تمام. طب دكتور خلينا ننتقل بحديثنا عن موضوع مرض اضطراب المزاج. شغلتين. طيب هلا اضطرابات المزاج هي كمان يعني شيء واسع. هلا مزاجنا الحقيقه هو الشيء اللي بنعبر عنه نحن، هو حاله المديده. يعني بيجي عندي شخص بيقول لي انا صار لي مثلا 6 أشهر مالي مبسوط، حزين، حاسس بانه عايد من انعزاليه. يعني 6 أشهر مثلا مو اقل من هيك. لا 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 ما عم بقول 6 أشهر بس عم بقول انه هيك كلمه هي تعبير. لا هي ما لها علاقه بالتشخيص، بس قصدي هي الحاله العامه الطويله من الانفعالات تبعنا. ممكن الانفعالات الثانيه اللي نحن بنعرفها هو الوجدان، ما هو الضمير طبعا. الوجدان هو التعبير اللي بنلاحظه نحن. بعض الاشخاص بيجونا مثلا صاير معه حدث كتير خطير، متوفي له حدا، ورغم هيك هو بتلاقي وشه عم يبتسم عم بيضحك، فهذا وجدانه غير مناسب، له دلائل تشخيصيه كتيره.
مهم. فاضطرابات المزاج هي فيها عدة شغلات، فيها نوبة الاكتئاب المعروفة، وفيها نوبة الهوس اللي الناس دائما بتسأل عنها، في نوبة تحت الهوس وفي النوبة المختلطة، نجمعهم مع بعضهم نحن وقت بيجوا لحتى نشكل أمراض. أوكي؟ تمام. هلا إذا بس اكتئاب فنحن بنسميه اضطراب الاكتئاب. الاكتئاب أعراضه المعروفة اللي لازم تستمر لمدة أسبوعين، انخفاض مزاج، فقد المتعة، زيادة أو نقص بالنوم، زيادة أو نقص بالطعام، تعب وفقد الطاقة على الحياة، أفكار انتحارية. العكس تماماً له هو نوبة الهوس. الهوس هو ارتفاع مزاج لا عقلاني. يعني الشخص بيوصل لمزاج بتحسه أنه مو معقول هذا، شو هالمزاج اللي عنده يعني لدرجة كتير كبيرة. بيبدأ يصير عنده أفكار عظمة، أنا أهم واحد بالدنيا، ما في حدا أهم مني. بيبدأ يصير عنده سرسرة كلامية، بيحكي كتير، ولكن كل الناس تحكي كتير وخاصة النساء بس يعني الله يسامحك بس يعني بس هذا الشخص ما بتقدري تعطي. هلا المرته الواحد بيقول لها اسكتي مليت منك، ممكن تسكت، بس هذا لا ما بتقدري تعطي. ما بيسكت نهائيا. بيصير عنده نقص بالنوم، فرقه عن الاكتئاب، حتى الاكتئاب بيصير فيه نقص بالنوم، ولكن مريض الهوس بينام 3 ساعات بيفز بعدها كله نشاط. تمام. بيدخل بنشاطات غريبه، بيبدا بده يساوي مغامرات، بيبدا بده يساوي مشاريع، بده يصرف اموال. بتلاقي حتى شكل البنت الهوسيه اذا كان شديد الاعراض تحسه واضح، يعني طريقة الميك اب اللي حاططه واللبس ألوان فاقعة وكذا. فتقريبا هو عكس الاكتئاب تماما. هلا نوبة الهوس لحالة إذا اجت مرة واحدة حتى لو كان سابق لها اكتئاب بنسميه بقى اللي عم تحكي عليه اضطراب ثنائي القطب. الناس بتسميه اضطراب مزاج واضطراب ثنائي القطب. ليش سموه ثنائي القطب؟ لأنه في قطبين حقيقة. أحيانا بيجي اكتئاب هوس، متى ما اجى هوس خلص ما بقى شخص اكتئاب، بنكتب اضطراب ثنائي القطب. النوبة الحالية اكتئابية إذا اجت لأنه في هوس قبل. تمام. خلص. ليش؟ انه نحن بالعلاجات حقيقة اذا اعطينا مضادات اكتئاب لمريض الهوس فجأة لاضطراب ثنائي القطب فجأة بيقلب باتجاه الثاني اللي هو فرط النشاط والحكي الكتير. تمام. حقيقة من الاضطرابات المتعبة، بس بعض المرضى بيحبوها لما بيفوتوا بحالة الكتاب يقول لا الله خليك رجعني على الحالة الثانية. الحالة الثانية صحيح. بس احيانا بتكون الحالة الثانية خطرة، يعني كتير احيانا بيجيبوا لنا اياهم من اماكن امنية، بيروحوا مثلا على بيت قصور او بيت مثلا ملك او الرئيس او كذا، بيقولوا له ليش قاعد انت هون، هذا لإلي اطلع. تمام. او ممكن يروحوا يدعوا شخصيات مهمه، انا الضابط الفلاني، انا الشخص الفلاني، او ممكن يدعوا النبوه احيانا. صحيح. ويقولوا انا مثلا انا كثير بنشوف عنهم هالقصص. تمام. فحقيقه احيانا تصل الى مواضيع خطيره، لانه اذا ما كان واعي الشخص اللي قدامك فهو يفكر انه في شيء يعني في شيء مو مزبوط. بعدين اكيد كله بيوعى على الموضوع، بيحولوا على المشافي النفسيه. تمام. رح ناخذ اول اتصال معنا لليوم. الو. الو، اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. فيني اسال دكتور؟ اكيد. تفضلي وحدات لان سؤال. كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا، رمضان كريم. بعد اذنك، انا ابني عامل عمليه نزيف دماغي من 3 سنوات، وهلا من شي شهرين هيك صار عصبي كثير لدرجه، وعم ياخذ كان ادويه عصبيه كمان، بس كانه نفسيته كثير كثير تعبت، وما عم يتقبل نهائيا اي شيء، غير اكله وشربه وطريقه تعامله، ولا بيتعامل معنا، بينام لحاله، بيقعد لحاله، ما بده ايانا ابدا ابدا، ما بنعرف شو بدنا نسوي. هلا كثير من الاضطرابات العصبيه بتترافق، واضطرابات الغديه طبعا نحن بنعرف انه الغده كثير مسؤوله عن المواضيع هذه. ف يعني شيء طبيعي انه شخص فجاه يعني تغيرت كل منحى حياته، تغيرت نظره العالم له. كان هو بجوز يعني اذا هلا في اعاقه حركيه او شيء، انه كان زمان مثلا هو يقوم بكل اعمال البيت. صحيح. صار بحاجه للمساعده. شيء طبيعي انه يفوت بحاله اكتئابيه. على الاكثر اللي ذكرتيه، يعني ما بقدر اكد، بس على الاكثر اللي ذكرتيه من الاعراض اللي ذكرتيها هي اعراض اكتئابيه بنصابوا فيها كثير من الاشخاص اللي بيصير عندهم اصابات يعني دماغيه. فانا برايي تتوجهي لطبيب العصبيه او طبيب نفسي، انه يضيف على الادويه ادويه اكتئاب اللي هي ادويه امنه ما بتحدث ادمان ابدا. نحن اكثر ادويتنا على فكره ما بتساوي ادمان. يعني غير له الدواء دكتور العصبيه، صار سنتين كان بياخذها، غير له اياها كلها يعني تماما، ولا وحده منهم عم ياخذها. اعطاه مضادات اكتئاب؟ والله ما بعرف، انا بقرا لك اسم الدواء. لا طيب قري لي اسم الدواء لشوف اذا في مضاد اكتئاب. والله ما بعرف، لان هي الدواء جديد. و طيب بعد البرنامج اذا حبيتي ابعثي لي على صوريهم وابعثيهم على الواتساب، وانا بقول لك شو لازم تتوجهي. انت وين، باني منطقه؟ حما. بحما. اوكي، بنشوف في كثير زملاء لنا بحما، وممكن تتوجهي لهم يساعدوك بالموضوع.
يعني بيطيب هو بيطيب. طبعا طبعا هي حاله طبيعيه. عم اقول لك يعني هو الاكتئاب متى ما بلشنا بالدواء عاده ادويه الاكتئاب دكتوره يعني هو اسبوعين ما بيفيدوا كثير، لانه نحن اول اسبوعين بنكون عم نعوض ماده السيروتونين، بعد اسبوعين بيبدا التحسن. وبرجع بقول لك ان ادويه امنه جدا، يعني فيه اخذهم وبدون اي خطوره، بعد اسبوعين لثلاث اسابيع حتشوفي انه تغير كثير بنفسيته وتعامله وكل شيء. تمام. رح ناخذ اتصال ثاني. الو مساء الخير. الو الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. يا اهلين، لو سمحتي بدي اسال الدكتور. تفضلي دكتور. أهلين. معك، بس علي صوتك شوي لو سمحتي. عم اقول انا عم باخذ البروزياك صار لي فتره تقريبا شي 3 اشهر، بهلا عم فكر اني بدي يعني ما حسيت لا اضافي ولا تحسن ولا شيء، بدي اقطعه بصير. طيب هلا اذا ما حسيتي انه في تحسن حقيقه يعني ما بعرف، بس على كل اكيد اعطينك اياه لتشخيص اكتئاب، الا اذا اعطينك اياه على الموضه الدارجه عندنا بسوريا هلا انه عم بياخذوا للتنحيف. ما هيك او بيكون حدا نصحه فيه، لانه كثير صراحه مش مع هذا الموضوع. ايه عم ياخذوه كثير للتنحيف، ومن اعراضه الجانبيه انه بيساوي نقص وزن، مو عند كل عام بس ما ساوى نقص وزن عندي. ما ساوى لك نقص وزن ابدا. ايه بس انت اخذتيه لشو؟ يعني كان اضطراب نفسي. ايه يعني اكتئاب. ايه تمام. هلا حقيقة اذا ما اخذ مفعوله المفروض الطبيب اللي كتب لك اياه يغيره بنوع تاني، بس على كل توقيفه ما له خطر ابدا، فيك توقفيه مباشرة، وما بدك فيك توقفيه يوم ايه يوم لا، بعدين كل 3-4 ايام حبة ووقفيه، يعني ما له خطير ابدا توقيفه، ما بيساوي اعراض ابدا. بس عادة نحن مضادات الاكتئاب قلت لك تاخذ مفعوله بعد اسبوعين، وعلى 3 اشهر بنوصل لقمة التحسن، ولكن منظمة الصحة العالمية بتنصح بالاستمرار كان ل6 اشهر ل9 شهور للسنة نستمر عليه عشان ما يصير نكس وعودة للأعراض. بس أنت إذا ما تحسنتي لازم يا ترفعي جرعة شوي، يعني تساويها حبتين، هو ما له خطير برجع بقول لك، ولا بيساوي إدمان ولا في أي مشكلة، فلا تخافي منه للدواء. يعني انزعاجك وحزنك وعدم سعادتك يعني بتوقع هن اهم بكثير واعلى خطوره من موضوع انه تاخذي هذا الدواء. يعني هذا الدواء امن يعني من امان حبه سيتامول، لا تاكلي همه ابدا. بس اذا ناويه توقفيه فيك توقفيه. قد ايه المده ممكن واحد يضل مستمر فيه؟ هلا بالاكتئاب عاده نحن لازم نستمر فيه من 9 شهور لسنه. بس اذا مالك مرتاحه جربي ارفعيه لحبتين، نحن فينا نرفعه حتى ل3 حبات بالتدريج. هلا هو اكثر فينا نرفع، بس انا يعني كهون بالاذاعه فيني انصحك برفعته لحبتين او 3 حبات كاقصى حد، اذا ما في اضطرابات عضويه ثانيه امراض قلبيه او شيء او كذا وقتها بدك تستشير الطبيب. حبتين يعني حبه الصبح حبه المساء؟ لا سويهم 2 الصبح، لانه عاده هو ما يعني بيخلي الواحد مستيقظ ما بيساعد على النوم، فافضل الصبح ناخذهم مع بعضهم 2، وفي منه عيار 40 على فكره. يعني هلا مثلا انا بصير اخذه على الافطار معناته؟ على الافطار 100%. ماشي شكرا. ايه على فكره لقلك بالنسبه للمواضيع الادويه برمضان النفسيه اللي مكتوب الصبح، ذكرتني هلا اللي مكتوب الصبح خلينا ناخذه على الافطار من الاطباء، واللي مكتوب بالليل خلينا ناخذه على السحور. اذا كانت 3 جرعات كثير من الادويه اكثريه ادويتنا فيها تنقسم لجرعتين، 3 فيهم انقسموا لجرعتين. ولكن في بعض الادويه اللي بنستعملها باضطرابات المزاج مثلا مثل الليثيوم، ماده الليثيوم، حقيقه هذا بده استشاره طبيبه اذا هو بحق له يصوم ولا لا، بس نحن اكثر الامراض النفسيه ما عدا الامراض اللي بتفقد ادراك الشخص فيهم يصوموا الاكثريه، يعني الا اذا عم ياخذ دواء معين مثل الليثيوم او بعض الادويه البسيطه. تمام. رح ناخذ اتصال. الو. طيب قطع الاتصال. طيب دكتور خلينا نوضح الفرق بين اضطراب المزاج والاكتئاب. ما هذا هو عم بقول لك، اضطرابات المزاج هي مجموعه، ما في شيء اسمه اضطراب مزاج يعني اضطرابات المزاج هي مجموعه من الامراض ضمنها اضطراب الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب. تمام. هدول هن ضمنهم. طبعا في عندنا اضطراب ثنائي القطب بيروح لعده درجات، ثنائي القطب 1، ثنائي القطب 2، في عندنا شيء اسمه دوريه المزاج وعسر المزاج، بس ما بدنا نعقد كثير الامور على المشاهدين. تمام. انا بس بدي اقول لهم انه نحن حنتابع، بدانا نشوف مثل ما بالزهان اذا شفنا هون سلوكيات عند المريض سيئه، بلش ما بقى ينحكى معه من كثر ما العظمه اللي عنده، بدا يحكي كثير، بدا ما ينام الا 3 ساعات، بدا يدخل يصرف مصاري. يعني في مرضى على فكره يعني هيك الفني، يعني انه في مرضى احيانا صدفه وجدتنا مره، بس انه خلال فتره الهوس ما تعالى شي شهر ونص كان متزوج 3. ف
فصرنا بس بدنا نشوف نحن ورجال الدين شلون هل يجوز ولا لا، لانه بده يرجع صحي الزلمه واخذ الادويه فلقى حاله متجوز. شو بده يعمل؟ غيره بيجي لعندي بيقولوا لي اهله طير مصاريه كلهم مع بيته وسيارته وروحهم كلياتهم. فيعني هو حقيقه احيانا بيكون سيء للاشخاص فبده علاج يعني. تمام رح ناخذ اتصال. عجبتك هي غريبه صراحه. تمام رح ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه دكتور. تمام تفضل دكتور معك. دكتور بدي اسالك في ابن عمي صار معه مشكله انه توفت امه تمام، فصار عنده مشكله ما يطلع معه الحكي، صعب كثير، صار له 18 سنه ولسه صعب انه يحكي. وقت تحكي على المكالمه بصير يعني بسكت هيك شوي لوقت ما يحكي يطلع منه الحكي، كثير صعب صار الحكي معه. طيب هلا يعني على الاكثر هذا اضطراب الصدمه، نحن يعني على الاكثر هو حزن مديد او اضطراب صدمه ما بقدر اكد 100%، بس هو هدول الاشياء الحقيقه نحن علاجاتنا مو بس ادويه، يعني نحن كل عيادات بالعالم هي مكونه من عده اجزاء، يعني انا بعيادتي في اخصائيين نفسيين، في اخصائيين اجتماعيين، وفي اخصائيين لشغلات ثانيه النطق واختبارات الذكاء والقصص هذه. بس حقيقه مثل الشخص هذا بحاجه لحدا يحكي هو وياه، يستمع له ويحكي لو هو ما عم بيحكي بس يعني يقعد يقول له انه اعمل هيك ساوي هيك، حيساعده كثير. في برامج كثير مهمه عم بتساعد بهالموضوع هذا، وبدون طبعا في كثير منظمات عم بتقدم مجانا للدعم النفسي. في برنامج اسمه فضفضه لليو ان دي بي، هو برنامج مجاني لاحد منظمات الامم المتحده على التليفون، يعني في سجل عبر الرابط تبع فضفضه وبدقوا له وبيحكوا معاه. وعلى فكره هو في اطباء، يعني اطباء مهمين بالبلد، معالجين نفسيين مهمين، في معالجين اجتماعيين، في اخصائيين نطق، كله مجانا عم يتقدم عبر التليفون. يعني لانه ليش نحن هالبرنامج هذا صار؟ لانه في مناطق كثير ما فيها اطباء، نحن كلياتنا 60 ل 70 طبيب يمكن بكل سوريا، مجمعين اكثريتهم بدمشق او حلب او اللاذقيه يعني، بس بقيه المحافظات ما فيها كثير، حمص فيها شوي، بس يعني انه لسه مناطق الشرقيه ما فيها كثير. فالاشخاص اللي ما عندهم قدره انه يوصلوا ممكن يشتركوا بهالبرنامج. هذا البرنامج بيقدم دعم نفسي واجتماعي، ما بيقدم علاج دوائي. هلا انا موجود ضمنه، انا طبيب بس وظيفتي شخص مو اعطي ادويه، لانه احنا لسه عندنا الوصفه الالكترونيه بسوريا ما لها موجوده. تمام. فممكن يشوفه. اذا الاعراض طولت اكثر من هيك خلينا ناخذ نتوجه طبيب نفسي، ناخذ مضاد قلق خفيف يخفف له التوتر اللي بداخله والحزن اللي بداخله لحتى يقدر يرجع، وموضوع بتوقع مو صعب وقابل العوده بشكل سريع. تمام. طيب دكتور ليش المريض المصاب بالاكتئاب ما بيقدر انه يتحسن او ما عم يحس بتحسن بحالته الصحيه، رغم انه ممكن يكون مثلا عم يطلع عم يفوت عم يضحك؟ فانه سؤال حلو. حقيقه دائما وقت انا يعني وقت بعطي بالعياده دواء الاكتئاب بقول له دواء الاكتئاب ما حيغير لك حياتك، دواء الاكتئاب حيرجعك شخص قادر تعمل شيء. يعني هو بالاكتئاب يأسام من كل شيء، يأس كامل، عدم تفاؤل، ما له قدران يغير شيء بحياته. نحن اعطيناه الدواء، طيب اوكي بعد اسبوعين ثلاثه تحسن. اللي بيصير ليش بيسموه ادمان؟ بفكر انه هذا الدواء هو حيغير له حياته، لا ما حيغير لك حياتك. هذا الدواء رجعك انت قادر على فعل شيء لحتى تغير بالتشوهات اللي حكينا عليها بالاصل. تمام. التشوهات المعرفيه اللي موجوده بداخلك، لازم توجه لمعالج نفسي يبلش يغير بالمعرفه، المعرفه اللي جاي موروثه واللي خاطئه كثير من الاحيان ومشوهه، يغيرها لحتى يبدا يتغير بسلوكيات الشخص. فهذا العمل كثير مهم. يعني نحن فترة العلاج الأولى بجوز نحن دوائيا بعد شهر نبلش نشتغل على الشيء هذا، نغير بنمط حياتنا، نغير بنمط نومنا، ننظم نومنا، ننظم حياتنا، ننظم علاقاتنا مع الآخرين، نبدأ نغير شيء بحياتنا، نحاول ندور على شيء بنحبه ما قدرنا نطوره قبل، نطوره دراسة، موسيقى، مجد، قرآن، اللي هو بلاقيه واللي هو بحس انه هو بحاجه له. هذا الشيء حيساعده انه يتجاوز الاكتئاب بطريقه بسيطه. بس اللي الشخص اللي بيضله الاكتئاب بالنسبه له هو علاج دوائي فقط، ف ما بعرف يعني اذا كثير حيتحسن، ما بتوقع. صحيح. رح ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف شلونك خاله؟ اهلا وسهلا. فيني احكي مع الدكتور؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا. دكتور بدي اسالك انه انا بيصير معي قلق بالليل واكتئاب، انه شو الحلول المقترحه؟ ليش شخصته اكتئاب؟
نعم. ليش سميته اكتئاب؟ هيك لانه انا بتم بتقلب وما بحسن نوم هيك. انت عندك شي مشاكل كتير بحياتك؟ لا والله بس هيك يعني دراسة وقصة. ايه قدي عمرك؟ 16 سنة. 16 سنة. ايه ضحكت للخالي، ضحكت للدكتورة على كلمة خالي، كبرتها كتير. طيب لذلك سألتك قدي عمرك، بينك وبينها ما في كتير بالعمر. طيب لقلك شغلي هلأ، عادة أنا هذا الموضوع كتير مهم لأنه بيصير كتير مشاكل برمضان متعلقة بالنوم. حقيقة نحن نومنا بيمرق بعدة مراحل، في عنا المرحلة الأولى والثانية ما مهمين، الثالثة والرابعة هن النوم العميق عنا اللي نحن بنسميهم، هدول مراحل حركات العين البطيئة، بعدها بيجينا حركات العين السريعة اللي هي أقصر شوي فترة الأحلام. بس حقيقة اضطرابات النوم الأساسية يعني اللي هي بس للنوم يعني سببها النوم قليلة جدا، أكترية اضطرابات النوم بسبب مثل ما ذكر الأخ هون إنه هي بتكون بسبب قلق، بسبب تفكير زايد، بسبب توتر، بسبب امتحان، بسبب، فهي في أسباب بالعادة بتكون لها جوهرية. فنحن ما يعني ممكن نعالج لفترة قصيرة، بس نحن ما لازم نعالج فترة طويلة بمنومات بدون ما نحل الشيء الأساسي. فأنا برأيي أنت فيك تتوجه لساعتك معي؟ لا مش أوكي. معنا بس أكيد أي يعني أنا بكدي أشوف وين منطقته لحتى ساعده أنه يتوجه لشيء مجاني جنبه. يعني 19 سنة فينا نشتغل على برنامج فضفضة اللي قلت لك عليه، حاولوا يساعدوك بأنه يخففوا التوتر اللي عندك من خلال العلاجات النفسية. ما مشي الحال وقت بدك تتوجه لطبيب نفسي أنه ممكن يعطيك مضاد قلق خفيف لفترة قصيرة، هتلاقي حالك أنه نمت كتير منيح. تمام اوكي. والخاله معنا هلا. انا خلص هي بقى بدي ضمي عليها خاله. تمام رح ناخذ اتصال. الو الو يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. الله رمضان كريم يا رب. علينا وعليك يا رب. حبيبه قلبي دكتورتي دكتوره فرح، ما في منا، تفضلي دخيل عينك. دكتوره بدي اسال سؤال، انا عم باخذ دواء اسمه اشواغاندا، هي عشبه من جذور. معلش تعلي صوتك تعيد السؤال دكتور معك. بس شو اسم العشبه؟ اشواغاندا. ايه ايوه. هي العشبة عطتني مثل ما بيقولوا يعني حسنت من نفسيتي جدا. بس مثل ما قلت دكتور هلا من شوي انت انه دواء الاكتئاب يعني بده فترة معينة لحتى ياخذ مفعوله. تمام. اخذتها انا صار لي شهرين باخذها، كثير تحسنت نفسيتي كثير، يعني ما في ستريس ابدا. برافو. بس مثل ما هلا من شوي حكيت انت انه بصير انت هو بالاساس انت هيك، يعني انت هيك نفسيتك، انت صرت قادر تشتغل بحياتك بطريقه افضل. انت قبل كنت يأسان، كنت ما عرفان تتصرف، بس انه انا هلا حاسه الموضوع صار طبيعي، فهي هو السبب. شو غيرتي بحياتك؟ هاتي هي انت من شوي قلت انه هو ما بيتغير. انت شو غيرتي بحياتك بعد ما الدواء هذا او العشبه هي فاتك؟ نفسيتي تغيرت. ايه نفسيتك اوكي، بس انت شو غيرتي بحياتك؟ ما غيرت. اها طيب انت متزوجه عندك اولاد؟ ايه عندي بنتين. الله يخلي لك اياها. وشو بتمارسي غير الموضوع العائلي؟ الطبخ والاعتناء بالاطفال؟ مدرسه انا. مدرسه، حلو برافو. طب حاولي مثلا بالمدرسه تساوي شيء هيك كنت حابه تعمليه، طريقه تدريس حديثه، مثلا مشوار للاولاد، تعطيهم تسقيف معين. هلا انا عم بعمل كل شيء، يعني عرفت شلون، خاصه مع الاولاد بطلع وبفوت ومع الحياه طبيعي. بس انا هاي سؤالي بهذا الدواء انه يعني هو ما بعرف انتو اذا في هو عشبه مثل عشبه القديس. ايه عرفت شلون. ايه. هي حسنت نفسيتي كثير، يعني صراحة دكتور كنت أنا موصل لمرحلة أنا ما فيني بضحك من قلبي. هي ما بنقول إحنا بنضحك بس ما بنضحك من قلبنا، لا هلأ عم بضحك من قلبي. كثير حلو برافو. بس الفكرة أنه أنا يعني هلأ صرت عم حس الموضوع طبيعي، ما بقى هي ممكن هي تغير كيميائية. إيه يعني هدول تأثيرهم كثير خفيف الأعشاب، حقيقة بيعطوا مفعول أحيانا مع بعض المرضى وبنستعملهم، بس ما لهم رخصين إني عالمية 100%.
ولكن بيعطوا مفعولة، خلينا نحكي بس على الحالات الخفيفة جدا، هذا بدل انه اكتئابه هو الاكتئاب الخفيف. نحن عندنا الاكتئاب الجسيم او الكبير، اكتئاب متوسط واكتئاب خفيف. عادة الاكتئاب الخفيف ما له بحاجة لعلاج دوائي، لذلك الاعشاب بتفيده. هو الاكتئاب الخفيف للمتوسط ما له بحاجة لعلاج دوائي، بحاجة اكثر لعلاجات سلوكية معرفية. مع انه نحن عندنا مشكلة بسوريا انه نحن لهلا ما في ترخيص او قانون يسمح بمزاولة المهنة لخريجين كليات علم النفس. هلا نحن اطباء، نحن خريجين كلية الطب، اوكي، فبندرس بعد منا طب نفسي 5 سنوات بعد كلية الطب ونصير اطباء مثلنا مثل بقية الاطباء اللي عم تستقبلونه. ولكن خريجين كلية التربية وعلم النفس هن ما عندهم لهلا سماح بالترخيص، هن بيعملوا تحت رايتنا احيانا بعياداتنا او بالجمعيات او الهلال الاحمر او غيره او الامانة السورية للتنمية بعياداتهم، ولكن هن ما عندهم عيادة خاصة مثل برا. نحن برا بنكتب نقرأ المعالج النفسي كذا كذا، علاج سلوكي أو علاج أي شيء تحليلي أو كذا مكتوب وهو بيعم يشتغل. هي نقطة ضعف حقيقة موجودة عنا بالبلد هون لازم تنحل. نقطة الضعف الثانية الحقيقة اللي عنا واللي هي كتير مهمة هو مراكز إعادة تأهيل بسوريا كمان للمرضى اللي عندهم موضوع إدمان. عم تعملي لي هيك خلص الوقت؟ خلص الوقت صراحة، خلص الوقت. خلص الوقت للأسف. مع أنه كانت حلقتنا كتير حلوة كتير مبسطة بوجودك دكتور اليوم. أهلا وسهلا، شكرا لحضرتك للمشاهدين لقناة سوا. شكرا لك. بيتي أنا هون عشان هيك ما بحس بالوقت. والله ونحن كمان. تسلم دكتور. وهيك بتكون خلصت حلقتنا من برنامج صحتك بالدنيا. إن شاء الله نكون قدمنا لكم معلومات مهمة وقدرنا نجاوب على أكبر قدر من استفساراتكم. تابعونا بكرة بمعلومات جديدة، وأكيد ناطرين اقتراحاتكم على بريد صفحتنا. باي باي.